نهاية المسار البطولي للفريق الوطني اللي رفع رؤوسنا في دولة قطر. وليد، ما يمكن إلا أن نشيدوا نهنيكم على هذا المسار البطولي. اليوم شفنا العيال الكبير، لأنه ماشي مساهل تلعب سبعة ديال الماتشات في لو تخي أو نيفو في لا كوب دي موند قدام مجموعة من أفضل المنتخبات في العالم، وهذا بان واضح اليوم. لا سالينا شوف اللي فرحان أنا سورتو على الدراري، احتاو لو ماكسيموم، ماتوا في التيران. شفتي سالينا بنون وامرابط في شارنيير سنترال، بزاف دي بليسي، بزاف دو لا فاتيغ. الماتش سبع ماشي ساهل، تاع حكيم تاع اشراف في الاخر كان بزاف العيا، وحطينا الدراري اللي باش يعاونونا، مي اوني تومبي سور اون ميور اكيب تكنيكمون. Ils étaient bien organisés, Choubro Kora. Nous, on a donné notre maximum et on les a fait douter jusqu'à la dernière seconde. Je pense qu'on a laissé une bonne image. On a fait le tournoi. Nous avons joué encore plus fort. Nous avons fait le tournoi. Nous avons fait les 4 meilleures équipes de l'Alem. Nous avons fait le tournoi. Nous avons fait le tournoi. Nous avons fait le أكيد وليد، ضحيتوا في مونديال كأس العالم هنا في قطر، كل شيء كيرفع لكم القبعة، ماشي كنجاملك، مي ود البلاد اللي هز الراية ديال البلاد عاليا. شنو الرسالة اللي تقول للجمهور اللي غادي يتسناكم إن شاء الله مجرد وصولكم للمغرب؟ وتجمعنا شهر شهر الكرة، جمعتنا بحال عائلة، بلاد كامل فرحوا معنا، حطينا الماكسيموم بحال اللي قلت مرة أخرى. يسمحوا لنا على هاد جوج ماتشات الأخرين، بحق دراري تقاتلوا، ما عندي ما نقول، وشفتوا والروح اللي عندهم، ماتوا على 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 القميص ديال المغرب، وهذه اللي مهمة، الروح ديالهم. عارفين دابا ملي كيجوا يلبسوا هاد القميص يتقاتلوا، وهذا الشيء اللي كنا بغينا. وفوالا ما كتبناش، خصنا نتعلموا من هاد الشيء إن شاء الله. هنيئا لكم مرة أخرى سي وليد، بالتوفيق. دار زيد ديسين شويلي، ميرسي بوكو خويا. أعود إليك عادل من هنا من استاد خليفة، معنا ياسين بونو. ياسين، هنيئا لكم، مسار بطولي، مسار استثنائي، دخلتم التاريخ من أوسع أبوابه. اليوم شفنا العياء كان واضح، العياء مرتبط أنه الناحية الذهنية كيقل التركيز، لكن ما يمكننا في النهاية نقول لكم إلا هنيئا، رفعت رؤوسنا قدام العالم كامل. كما شتي بحال اللي قلتي، كيكون واحد العياء سيرتو نيفو ايموسيونيل ونيفو هادي، بالأخص المقابله اللي فاتت ضد فرنسا، فخرجنا يعني كانت واحد لا ديسيبسيون اللي هي كبيره. ففي هاد اليومين ماشي ساهل يعني يعني تعاود تفورماطي دماغك، ولكن الحمد لله الدراري فدخلوا داروا المجهود ديالهم. كنبغي نهنيهم يعني على قاعد الشيء اللي عطاو، نهني المنتخب الكرواسي حتى هو اللي فاز، هادشي اللي كاين. هذا ميلاد منتخب وطني على اعلى مستوى، مشاريع مستقبليه، كاس امم افريقيا ان شاء الله. كنتسناكم في كاس العالم 2026، وقبل منا الجمهور كيتسناكم في المغرب على احر من الجمر. احنا صراحه كنا بغينا نفوزوا بهذه المقابله صراحه، يعني باش المغرب، باش يعني الجمهور تكمل عنده واحد الفرحه. ما كتابش، كنبغي نشكر يعني كاع الجماهير اللي ساندونا، اللي جاوا هنايا واللي في المغرب واللي في اي بلد اجنبي. كنبغي نشكرهم، وهادشي اللي كاين، غنحاولوا نديروا اكثر من هادشي ان شاء الله. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. كان معنا ياسين كعادل مباشره من ملعب خليفه الدوليه. انتهت مباراه الفريق الوطني للمغرب في المركز الرابع في كاس العالم فيفا قطر 2022. ومن الاشياء الجميله في المونديال اكتشاف، نعرفه ونعرف قيمته وكفاءته، لكن اليوم يكتشف العالم. يعطي الله، يمكن نقول لكم غير هنيئا لكم هذا المسار البطولي في المونديال. شكرا لك، واولا كنبغي نشكر اللاعبين اللي قدموا بطوله كبيره، كنبغي نشكر الستاف اللي داروا خدمه كبيره بزاف، كنبغي نشكر الجماهير اللي ساندونا في البطوله. خاص الشعب يكون مفتخر بهذا المنتخب اللي اكتسبنا، ان شاء الله مازال غادي يقول الكلمه ديالو، وكنظن اننا حتلينا المركز الرابع ما بين افضل المنتخبات في العالم، يعني هذا الشيء خدمه كبيره. الحمد لله مازال نقولوا الكلمه ديالنا، ولا بغات تكون افضل خاصك ضروري تذوق من طعم المراره باش تكتسب خبره اكثر، وان شاء الله نكونوا عاد نحسن نضال الجامع في القادم ان شاء الله. يحيى بامانه، اليوم شفنا على انه اللاعبين عانوا من الناحيه البدنيه، لانه ضغط المباريات، تلعب مباريات على اعلى مستوى سبعه ديال المباريات ما كانش سهل. ربما طبيعه الحال مباريات اللي في مستوى عالي كيبغوا جهد بدني اكثر ما هو جهد ذهني عفوا اكثر ما هو بدني. الحمد لله كنظن قدمنا بطولة كبيرة، إن شاء الله نكتسبوا منها خبرة كبيرة إن شاء الله، باش من هنا لقدام إن شاء الله نكونوا في ما أحسن إن شاء الله. كان معنا واحد من أفضل لاعبي هذا المونديال عادل.
مرمى المنتخب الوطني المغربي عبد العالي، الجمهور المغربي كيف ما كانت النتيجه اليوم رتبه رابعه، شرفتوا الكره المغربيه وشرفتوا الكره العربيه والافريقيه. يا شكرا، الحمد لله درنا واحد تورنمنت واعر، ولكن اليوم خصنا ندي لا تخوا بوزيسيون، ولكن ما كتباش، ولكن علينا زعما الجروب ديالنا زعما سي تشامبيون ديال كوب دو موند، علاش شنو درنا في الكوب دو موند زعما كاين شي حاجه واعره يكون في الهيستوريا ديال افريكا وديال العالم كامل، وشنو درنا زعما في الجروب العائله ديالنا معنا في الجروب وفي كاس العالم زعما علينا هما زعما لك تشامبيون ديال كوب دو موند. شفنا الجمهور المغربي ساندكم كبير كثير في هذه النهائيات، دعم كبير ديال الجمهور. وي خصنا نقولوا شكرا على شنو سجعونا في الكوب دو موند كامله، ولي ميساج سافلينا ولا العمر عطينا في الكوب دو موند، والعالم كامل شفت شنو دابا عندنا مع الجمهور ومع الفرقه المغربيه. شكرا عبد العليم. واربع منتخبات، فهذا الشيء يعطينا حافز كبير باش اننا نزيدوا نخدموا ونشتغلوا باش اننا نظهروا في جميع البطولات في المستوى المطلوب ان شاء الله. بارك الله عليكم، هنيئا بالتوفيق ان شاء الله. افضل لاعبي الفريق الوطني يقدم شهاده بلاده في هذا المونديال بعدما شارك في مباراه اليوم. Bilal Khenos, félicitations pour le parcours exceptionnel de l'équipe nationale du Maroc. Aujourd'hui, on est parmi les quatre meilleures équipes au niveau mondial. Oui, bien sûr, on a fait un beau parcours, même si aujourd'hui on est déçu. On aurait voulu prendre cette médaille et terminer troisième. Il y avait beaucoup de problèmes aujourd'hui sur le plan physique. Oui, bien sûr, c'est la fin du tournoi, il y a la fatigue qui joue, etc. Mais bon, le coach nous avait dit, il ne pensait pas à la fatigue, il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien. Tout se joue dans le mental et il faut tout donner. Et je crois qu'on a essayé aujourd'hui, ça se joue à quelques détails et on est déçus. Merci Bilal, bon courage.